حياكم الله مشاهدينا في ذاكرة الأيام، نتحدث حول يوم الأغذية العالمي. يحتفل العالم في 16 من تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للغذاء، وهو يوم أعلنته منظمة الأغذية والزراعة التابعة في الفاو التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم على نطاق واسع من قبل العديد من المنظمات الأخرى المعنية بالأمن الغذائي، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي. يهدف يوم الغذاء العالمي إلى تعميق الوعي العام بمعاناة الجياع وناقصي الأغذية في العالم، وإلى تشجيع الناس في مختلف أنحاء العالم على اتخاذ تدابير لمكافحة الجوع، فيحتفل أكثر من 150 بلد بهذه المناسبة كل عام، وفي الولايات المتحدة كذلك. وفي هذا اليوم، يوم التغذية العالمي، تعمل المجاعات المحلية بنشاط في كل مجتمع من المجتمعات المحلية تقريبا، وبالتالي تجمع هذه التبرعات للأشخاص الذين يعانون من الجوع أو النقص المفرط في الأغذية. نعم ليلى، احنا صراحة هدف اكيد انه من اعداد هذه الفقرة ليس انه نمر على الايام العالمية مرور الكرام، وانما نقف وقفة جدية على معالجة هذه المشاكل المجتمعية الموجودة هي منذ الازل. الا انه الائمة سلام الله تعالى عليهم اجمعين، لو ندقق اكثر في نهج البلاغة وكيف يعني توقف الامام علي عليه السلام على مسألة الفقر، وكيف انه عالج من ضمن انه المدة الزمنية اللي حكم بها، نجد كل هذه الايام العالمية ما هي إلا طبعا أنه تنفيذا يعني ومقولة نعم. أمير المؤمنين الشهيرة، لو كان الفقر رجلا لقتلته. نعم. إذن يأتي من الفقر الجوع ونقص الغذاء وينام الأطفال، وأيضا أنه البطالة، وأيضا أنه بعض من الأمور التي نعم. قد أنه لا تحمد عقباها نستجير بالله. لكن اللي أقصده أنه خلي نقف وقفة جدية في مثل هذا اليوم كمجتمعات، يعني كمؤسسات دينية، مؤسسات أنه حتى ثقافية الفكرية، أنه تدعم الأشخاص الفقراء ليس فقط أنه من الجانب المادي، وإن كان هذا الأمر طبعا أساسي وجوهري، لكن خلي يكون هناك تنوع طبعا في تقديم هذا الدعم للفقراء، وسواء كان على مستوى أنه مجتمعات تكون هناك جمعية طبعا لفئة معينة من المجتمع، أو قد يكون حتى أنه على المستوى الأسري، يعني تكون هناك جمعية بسيطة أو الجروبات اليوم ما شاء الله موجودة بمواقع التواصل الاجتماعي، يمكن أنه شجعت أكثر وحفزت أنه يكون هناك مد يد التعاون وأيضا يعني المساعدة. نعم، لهؤلاء الفقراء. وفي الحديث عن الجوع، يعني من كل 9 أشخاص في العالم ينام شخص ليلة على معدة خاوية. هؤلاء الأطفال سواء كانوا أو البالغين ندعو دائما لهم، خاصة من قد لا نستطيع أو ما باليد حيلة في مقابل أن نفعل شيئا لهم، إن كانوا بعيدين أو في دول أخرى أو يتعرضون إلى غزو أو حروب معينة. ندعو لهم إن شاء الله في أن الله سبحانه وتعالى يرزقهم ويفتح عليهم من أبوابه، وأن تزال هذه الغمة إن شاء الله، سواء الأطفال في غزة وغيرهم. إن شاء الله آمين رب العالمين.